السلام عليكم ومرحبا بكم في الشغل بلوك ديال كيزاكو. نشوف في الحصه ديال اليوم الحل ديال التمرين الاول من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوره العاديه 2011 ديال مسلك العلوم التجريبيه بشعبتيها العلوم الفيزيائيه وعلوم الحياه والارض. التمرين الاول ديال الامتحان كان على الهندسه الفضائيه، والتمرين هو اللي كتشوفوه قدامكم. التمرين عليه ثلاثه نقاط: نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر أو إي جي كا النقاط أ ذات الإحداثيات ناقص واحد صفر ثلاثة، بي ذات الإحداثيات ثلاثة صفر صفر، والنقطة سي ذات الإحداثيات سبعة واحد ناقص ثلاثة. وأيضا نعتبر الفيل كا إس التي معادلتها إكس أس اثنان زائد إكراك أس اثنان زائد زد أس اثنان ناقص تا إكس ناقص اثنان إكراك ناقص خمسطاش كتساوي صفر. السؤال الأول اللي عندنا هو قالك بين أن جدا المتجهين للمتجهتين A B و A C كيساوي 3 I زائد 4 K، ونستنتج المعادلة الديكارتية للمستوى A B C هي 3 X زائد 4 Z ناقص 9. على بركة الله نبدأ الحل ديالي. في ورقة التحرير ديالي أول حاجة كنكتب التمرين الأول، من بعد بسم الله الرحمن الرحيم بيان سور اكتب الاسم ديالك وداكشي. السؤال الأول عندنا شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا هو لنبين أن الجداء المتجهي للمتجهتين AB و AC كيساوي 3 I زائد 4 K. هذا هو المطلوب مني. حنا عارفين الإحداثيات ديال النقطة A والنقطة B والنقطة C. اول حاجه خصنا نحددوا الاحداثيات ديال هذه المتجهه ولا ديال هذه المتجهه هذه. للتذكير احداثيات متجهه هذا نعتبره الوسخ، احداثيات المتجهه ا بي شنو هي؟ كدير هو اكس بي ناقص اكس ا، ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، وزد بي ناقص زد ا. إذا نطبقوا هاد القاعدة هنا ونحسبوا. إذا إحداثيتي المتجهة أ بي غدير هو إكس بي ناقص إكس أ، إكراك بي ناقص إكراك أ، وزد بي ناقص زد أ. أنا ندير هنا واحد الجدول صغير باش يعاونني كيبسط عليا الحساب. عندنا النقطة أ، وهنا النقطة بي، وهنا النقطة سي، وهنا إحداثيات ديالهم اكس حكا تساوي و ايكغيك و زد. انطلاقا من التمرين كتب لي ا هي ناقص واحد صفر ثلاثة، كتبوها هنا هي ناقص واحد صفر ثلاثة، بي عندها هي ثلاثة صفر صفر كنكتب هنا ثلاثة صفر صفر، و سي هي سبعة واحد ناقص ثلاثة، سبعة واحد ناقص ثلاثة. دابا كيبقى لي هنا غير الحساب، كنكتب هنا لدينا بيان سور سنكتب لدينا نحسبو ا بي شحال كتساوي. انا ا بي خليت العلاقه انا باش تبان لكم، عندي اكس ديال بي ناقص اكس ديال ا هي 3 ناقص ناقص 1 اللي هي 4، ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا هي 0، و ايكغيك و زد بي ناقص زد ا هي ناقص 3. وعندنا كذلك مثال بالحساب، الى جينا نحسبو المتجه ا سي غديرو هو اكس سي ناقص اكس ا اللي هو 8، ايكغيك سي ناقص ايكغيك ا اللي هو 1، و زد سي ناقص زد ا اللي هو ناقص 6. اوكي، دابا نحسبوا الجداء المتجهي. قلنا قاعده عندنا في الدرس ان ا بي جداء متجهي مع ا سي، بنحسب الاحداثيات ديالها. كنفتح المحددات ديالي وكندير اي هنا، كندير جي هنا، وكندير ك هنا. انا شي كنكتبو بالكحل هو وسخ مستاجوش كتبو. هنا في الطرف المحدده الاول اش كنكتبو؟ كنكتبو ايكغيك، وهنا كنديرو زد، هنا كنديرو زد، وهنا كنديرو اكس، هنا كنديرو اكس، وهنا كنديرو ايكغيك. ثاني في الوسخ ديالي ندير كما داك الجدول اللي درت قبيله، عندي ا بي الاحداثيات ديالها و ا سي الاحداثيات ديالها،
بالنسبة لـ x والـ y والـ z. بالنسبة للمتجه أ بي هي 4 0 - 3 كما كتشوفوا هنايا، يعني كتبنا 4 0 - 3، وبالنسبة لـ C هي 8 1 - 6، دونك كتبنا 8 1 - 6. دابا غنجي نعوض هنايا، Y ديال أ بي هو 0، عفوا هو 0، و Z ديالها هو -3، Z ديالها هو -3، X ديالها 4، X ديالها 4، و Y ديالها 0. بالنسبة للمتجه AC كنكتبو من تحت، عندك Y ديالها هو 1، Z ديالها هو -6، Z هنا -6، وهنا 8، هنا 8، وهنا 1. الحساب ديال المحددة كي كنديرو ليه، كنضرب هذا في هذا ناقص هذه في هذه. 0 - 6 هي 0، 1 - 3 هي -3، مع ناقص تولي هي 3. -3 في 8 هي -24، -6 في 4 هي -24، -24 - -24 هي +24، يعني هادشي كامل كيولي عدد منعدم. 4 في 1 4، 8 في 0 0، 4 - 0 هي 4، يعني غتبقى ليا هي 4 فيك. وهكذا كنكون جاوبت على السؤال الأول اللي كيقول لك بين أن أ بي في أ سي جدا متجه كيساوي 3 إي + 4 كا، شي اللي مطلوب منه. هذا كيطلب منك السينتاج، تنتج معادلة ديكارتيان للمستوى أ بي سي. أول حاجة قبل ما نخرج، أنا عندي هالمستوى أ بي سي، مستوى أ بي سي هو المستوى اللي فيه النقاط أ ونقطة بي ونقطة سي. إلا جيت بغيت نمثل متجه أ بي متجه أ سي، فغتكون هي المتجهة العمودية على المستوى. نديرها بلون آخر باش تبان لينا أحسن، ندير مثلا برتقالي بحالو. كي هاد المتجهة اللي كتكون عمودية على الحامل ديالها، عمودي على المستوى، هذه هي المتجهة أ بي متجه أس، متجه أ بي ها هي، متجه أس ها هي، متجه أ بي ها هي، وهذه تشكل هاد المتجهة الحامل ديالها كيشكل عمودي على المستوى، إذا عمودي على جميع مستقيمات المستوى أ بي سي ديال. عندي قاعدة في الدرس كتقول أنا إلا بغيت المعادلة، معادلة مستوى انطلاقا، معادلة ديكارتي ديال المستوى انطلاقا من متجهة منظمية على المستوى، كي كنديرو لها عندنا نقدر نكتب بما ان المتجهة AB متجه AC، يعني المتجهة كاملة، فهي متجهة منظمية على المستوى ABC، فإن المعادلة الديكارتية ديال المستوى ABC اش كتكون؟ كتكون على الشكل، كدير ABC جوج نقاط، هنا كتاخد الإحداثيات ديال هادو، إحداثيات ديال هاد المتجهة ABC اللي حسبناهم قبل. عندنا 3 0 4، كضرب 3 في X زائد 4 في زد، لأنها مضروبة في ك، زائد واحد العدد دي كتساوي 0، مع دي هو واحد العدد حقيقي. كيبقى لينا غير نحسبو هاد دي. باش نحدو هاد دي كنستعينو بشي نقطة كتنتمي للمستوى، ناخدو مثلا نقطة بي، تقدرو تاخدو أي نقطة بغيتو. عندنا النقطة بي ديال الإحداثيات 3 0 0 تنتمي إلى المستوى أ بي سي، هذا يعني أنها تحقق المعادلة ديال المستوى. يعني أنا إلا عوضت إكس بتلاتة وزاد بصفر وزدت عليها واحد خاصة تخرج ليا صفر، يعني غنجي نكتب هنا 3 نعوض إكس بتلاتة وزاد غنعوضو بصفر ونزيد عليه دي باش يعطيني صفر، هادي غتمشي صفر غتبقى ليا 9، غتمشي الجهة أخرى غتولي دي كتساوي -9. وكنكتب هنا وبالتالي نعيقو شوية، ندير شوية زواق، ناخد قلم أخضر مثلا، قلم حبر أخضر، ونكتب
وبالتالي ABC هي 3x زائد 4z ناقص 9، حيت دي كتساوي ليا ناقص 9، هي معادلة ذكرتيها للمستوى ABC. هكذا كنكونو جاوبنا على السؤال الأول وحصلنا على النقطة الأولى. السؤال الثاني كيقول لك بين أن S هي الفلكة التي مركزها 3 1 0 النقطة أوميغا وشعاعها 5. هذا السؤال الثاني. ثانيا لدينا المعادلة ديال الفلكة شحال كتساوي؟ كتساوي إكس أس 2 زائد إكراك أس 2 زائد زد أس 2 ناقص 6x ناقص 2y ناقص 15 ناقص 6x ناقص 2y ناقص 15 كتساوي 0. الهدف من التمرين هو أني هذه الكتابة تولي على شكل x ناقص واحد العدد a أس 2 زائد y ناقص واحد العدد b أس 2 زائد زائد ناقص واحد العدد سي اس 2 كتساوي واحد الار اس 2. هذا هو الهدف من التمرين، يعني تكون ديال الكتابه والرده بحالك. كيفاش كندير ليها؟ شوفوا متبعوا معايا الحل. كنكتبوا لتكن نقطه ام ذات الاحداثيات اكس واي زد تنتمي الى الفلكه اس. كنجيو هنا كنبسطو المعادله ديال الفلكه، كنجيبو لي في اكس مع بعضياته، عندي اكس اس 2 غنحط حداها ناقص 6 اكس، ايكغ اس 2 غنحط حداها ناقص 2 ايكغ، زد اس 2 غتبقى بوحدها، و 15 غنديها للجهه الاخرى. اس اش كتعني؟ عندي هذه هي اللي عملتها، غتجيكم هي اكس ناقص 3 كل اس 2، كتشد 6 غتقسم على 2 كتحطها هنا، وهذا اللي خرج لك كديرو اس 2 كدير ليه ناقص. هذا اللي هنا كدير ناقص 3 اس 2 هي 9. هذه اللي بسطتها غتعطيكم هذه، علاش كتب هنا في البرويه عندي خليتي اكس ناقص 3 اس 2 شحال تجيك؟ هي اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 9. إذن إلا خديتي إكس ناقص 3 أس 2 قسمتي منها 9 غتعطيك هي إكس أس 2 ناقص 6 إكس، شيل العدد، إكس أس 2 ناقص 6 إكس كتساوي إكس ناقص 3 كل أس 2 ناقص 9، مفهوم؟ وكذلك نفس العملية غنديروها بالنسبة لإكراك وبالنسبة لزد، يعني أن بالنسبة لإكراك شنو غندير؟ غندير هي إكراك ناقص 2 كنقسمها على 2 هي 1. وهذا كنديرو اس 2 ونحط حدا ناقص، وزيد راه حيت ما عندوش عدد اخر دونك يبقى زيد اس 2 كتساوي ليا 15. اس شناهي؟ هي اكس ناقص 3 الكل اس 2 ناقص 9 ناقص 1 هي ناقص 10، غتمشي ليه غتولي 10 ياك. هنا ندير ايكغ ناقص 1 اس 2 زائد زيد اس 2 كتساوي 15 زائد 1 زائد 9 اللي هي 25، و 25 كنقدر نكتبها ديريكتومون هي 5 اس 2. هنا كتولي عندي الكتابه اللي بغيت انايا، الصيغه العامه لمعادله فلكه. اذا كنكتب كنكتب الجواب ديالي إذن مركز الفلكة S هو النقطة أوميغا ذات الإحداثيات ناقص 3، أنا كتكتب 3 ناقص 1 كتولي 1، وزيد حيت ما معاه حتى شي حاجة كيولي 0، وشعاعها هو ذا اللي خرج لي أنا بين قوسين
نكتب R يساوي 5. هذا السؤال الثاني. ندوز السؤال الثالث. السؤال الثالث كيقول ليكن دلتا المستقيم المار من النقطة أوميغا، يعني أن أوميغا مركز الفلكة كيدوز من واحد المستقيم وفي نفس الوقت عمودي على المستوى A B C ديالنا، مفهوم؟ قال لك بين أن X كتساوي 3 زائد 3 تي، Y كتساوي 1 زائد كتساوي 4 تي، هو تمثيل بارامتري للمستقيم دلتا. أوكي، نجي نديرو واحد الشكل بسيط باش يبان لينا شنو واقع. ياك عندك هذا هو المستوى ABC ديالنا، ياك قلنا فيه النقط A و B و C. قالك هو عندنا لدينا المستقيم دلتا عمودي على هذا المستوى، متفقين؟ هذا هو دلتا، دلتا عمودي على المستوى. هذه المعلومة اللي عندنا ويمر من نقطة أوميغا. المعلومة الأخرى اللي عندنا في سؤال سابق كانت عندنا واحد المتجهات هي هنا عمودية، أو لا عفوا منظمية، متجهة منظمية اللي عقلت عليها هي AB جداء متجهي ديال الأصل. بما أن هذه عمودية على هذا المستوى، منظمية عفوا، وهذا المستقيم عمودي على المستوى، فإننا نقول أن المستقيم دلتا موجه بالمتجهة AB متجهي AC، حيت عندهم إلى حد ما راه بحال تقول مستقيمين الحاملين ديالهم فإنما مستقيمان متوازيان، يعني أن عندهم نفس المتجهة الموجهة. وبالتالي ملي كتكون عندنا متجهة موجهة لمستقيم وبندير تمشي البارامتر ديالها، راكم كتعرفوا القاعدة، يعني نذكركم بها ما شي مشكل. عندك إلا كانت U واحد المتجه ذات الإحداثيات ألفا بيتا جاما متجهة موجهة لمستقيم، واحد المستقيم سميه دي، فإن التمثيل البارامتري ديالو بارامتري لدي كيكون على الشكل كدير إكس كيساوي ألفا تي، Y كيساوي بيتا تي، و زد كيساوي أوميغا تي، زائد واحد ثابتة هنا أ، هنا زائد واحد ثابتة بي، هنا زائد واحد ثابتة سي، بحيث الثوابت أ بي سي كيشكلوا لينا الإحداثيات ديال واحد النقطة اللي نسميها أنا إم، بحيث إم تنتمي إلى المستقيم تي. وهنا طبعا تي هو واحد العدد صحيح، عدد حقيقي. دابا اللي عندي متجهة موجهة عندها الإحداثيات ديال ألفا بيتا جاما وبغيت تمشي البارامتري، هذه هي الصيغة ديالو. كنشدو هادشي ونطبقوه بالنسبة للتمرين ديالنا ونشوفو اش غيعطينا. للتذكير هذا راه وسخ، ماشي تكون في امتحان، هذا وسخ غير باش نشرح لكم. دونك عندنا هنا التمرين الثالث، سؤال ألف، حيت ألف نقلك بين أن هذا تمشي البارامتري لهذا الشيء، نعاودو نكتبو هذا الشيء اللي كتبتو دابا، نعاودو نكتبوه هنايا. عندنا لدينا دلتا عمودي على مستوى ABC، متفقين؟ وعندنا المتجهة AB متجه AC مالها منظمية على المستوى ABC، هذا يعني ماذا؟ عفوا ABC. إذا يمكننا القول بأن المتجهة AB متجه AC متجهة موجهة للمستقيم دلتا، ومنه تمثيل بارامتري ديال المستقيم دلتا غتكتب إكس كيساوي إيكغيك كيساوي زد كيساوي، ونديرو هنا الإحداثيات ديال المتجهة
بي اسي لتذكير الاحداثيات ديال المتجهه ا بي اسي. انا هنا كنكتبها لكم في الوصف هنا لتحت باش يبان لكم. قلنا ان الاحداثيات ديال ا بي متجه اسي هي 3 0 4. كنا حسبنا في السؤال الاول نذكركم به، هذه هي 3 اي زائد 0 في جي زائد 4 كا، يعني هي 3 0 4. اذا نعود هنا اش تولي عندي؟ تولي عندي هي 3، تولي عندي هي 3 تي زائد واحد ثابتة ا، هنا 0 زائد واحد ثابتة بي، وزاد هي الجواب صحيح هي 4 تي زائد واحد ثابتة سي، علم ان تي عفوا تي ينتمي الى ار. هاد او بي سي بغينا نلقاهم، قلنا كيشكلوا احداثيه ديال واحد النقطه كتنتمي لمستقيم دلتا. الا رجعنا للتمرين كنلقاو ان مستقيم يمر من نقطه اوميغا. اذا هذا يعني ماذا؟ هذا يعني ان تبونا بما ان النقطه اوميغا ذات الاحداثيه 3 1 0 تنتمي الى دلتا، كيبقى لنا غير نعوض هنايا، فان كتبوها بلون جميل اخر. الى عوضنا شتولي غتولي عندي هنا 3 تي زائد 3 اكس هي 3 تي زائد 3 ايكغيك هي 1 حيت بي كتساوي 1 وزد هي 4 تي بحيث تي ينتمي الى ار. شنو هذا؟ هو التمثيل البارامتري للمستقيم دلتا. هذا هو الجواب ديال السؤال 3 ألف. السؤال 3 باء كيقول لك بين أن المستقيم دلتا يقطع الفلك اس في نقطتين او و اف، يعني في هذه الحالة اش خصنا نديرو؟ خصنا نلقاو التقاطع ديال الفلكة مع المستقيم. الحل بحال هكا، غنكتب ليه 3 باء لنحدد تقاطع دلتا مع الفلكة اس. ناخد واحد النقطة ام ذات الاحداثيات اكس ايكغيك زد تنتمي الى اس تقاطع دلتا. هذا يعني ماذا؟ يكافئ ماذا؟ يكافئ ان الاحداثيات ديال النقطه ام تحقق معادله الفلكه كما تحقق معادله المستقيم دلتا. كيفاش زعما؟ يعني ان اكس واي وزد كيحقوا لي تمثيل البارامتري ديال المستقيم دلتا، وفي نفس الوقت كيحقوا لي المعادلة ديال الفلكة ديالي اس اللي كنا لقيناها حسبناها في الاول. اذا هنا ما عليا غير نعاود نكتب تمثيل البارامتر اللي خرج لي هنايا، هو 3 تي زائد 3 ايكغيك 1 وزاد هي 4 تي، ومعادلة الفلكة هي اكس ناقص 3 ايكغيك ناقص 1، هنا 3 وهنا 1. الا خدينا هنا علما ان تي ينتمي الى ار، دابا شنو هو اللي بقى لي انا ما عارفش خصني نلقاه؟ خصني نلقى تي. باش نلقى تي من هنا اش غندير؟ غنعوض اكس هنا بهادي و ايكغيك بالواحد وزيد بربعة تي ونحسب ونشوف شحال تعطينا تي. اذا عندي اكس ناقص 3 جيب 3 لهنا اش غتولي؟ غتقعدي هي 3 تي كل اس 2 زائد ايكغيك ناقص 1 هي 0، اذا هذه هي 0 زائد زد اللي هي 4 تي الكل اس 2 تساوي 25. هذا يعني ان تسعود ديال تي اس 2 عفوا كتب مزيان هنا، تسعود ديال تي اس 2 زائد 15 تي عفوا تسعود اس 2 زائد 16 تي اس 2 كيساوي لي 25، يعني ان 25 تي
أس 2 كتساوي 25، يعني أن تي أس 2 كيساوي لي 1. إذا إلا بغيت تي فمنه تي كتساوي 1، أو تي كيساوي ناقص 1 لأن تي كيساوي أس 2. وبالتالي دابا أنا لقيت تي، يبقى لي غير نعوض. بالنسبة ل تي كيساوي ناقص 1، نعوض فين نعوض؟ هنا عوضنا ب تي بناقص 1، شنو تعطيك؟ 3 في ناقص 1 زائد 3، اكتبوها هنا باش يبان لكم. اذا اكس هي 3 في ناقص 1 زائد 3، ايغريك كتبقى هي 1، وزد هي 4 في ناقص 1. إذن شحال تعطيني إكس؟ هنا صفر، إكراك تعطيني 1، وزد تعطيني ناقص 4. بالنسبة لي تي كتساوي 1، تاهو نفس الحساب، غتعطيني إكس هو 3 في 1 زائد 3، إكراك هي 1، وزد هي 4 في 1. إذن عندي إكس كيساوي 6، إكراك كيساوي 1، وزد كيساوي 4. إذا شنو هما النقاط اللي ولاو عندي؟ عندي النقطة ذات الإحداثيات 0 1 ناقص 4، والنقطة 6 1 4، يعني أن إس يتقاطع مع دلتا في المجموعة. النقطة الأولى هي أو ذات الإحداثيات 6 1 4 اللي لقينا، والنقطة إف ذات الإحداثيات 0 1 ناقص 4. وكذا كنكونو جاوبنا على الأسئلة كاملين ديال الاختبار ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحصة ديال اليوم، ونضرب لكم موعد جديد في حصة أخرى وفي الحل ديال تمرين آخر سوغ لو بلوك دو كيزاكو. كان معكم رضوان. إذا كان عندكم شي أسئلة ولا شي استفسار ولا شي حاجة ما باش لكم، نحن رانا الخدمة. الله يوفق الجميع. السلام عليكم.